للناس العزاز من ذراع العز نجيب لكم غير الحاجة العزيزة، عقار جديد يجيب لكم الوكيل الموبيلي. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسنوا في جديد عقاراتنا، احنا دائما نجيب لكم الجديد ونجيب لكم لافير وين كانت ليكيب. ما عليكم غير تابوني وفي كامل صفحاتنا التواصل الاجتماعي باش تلحقكم لافير ليكيب. اليوم رانا في ولايه بومرداس، تحيه لكامل الناس 35 وين ما كانوا. جبنا لكم قطعه ارض في حي ذراع العز بحمادي، قطعه ارض كبيره الله يبارك، في منطقه عمرانيه، منطقه يطلبوها بزاف ناس، ومنطقة سورتو جاية في حي هادئ ريتريكان ليكيب. وهوليك لومبلاسمون تاع القطعة تاع الأرض تاعنا على الخريطة، وين نشوفوا بلي رانا بين في وسط نسيج عمراني لاباس به، فيها في حي عمراني بامتياز. القطعة تاع الأرض تاعنا راهي بدفتر عقاري وبمساحة تاع 487 متر مربع، يعني فيها 27 طول على 18 متر عرض، 27 متر على 18 متر. القطعة تاع الأرض تاعنا الميزة اللي فيها أنها مسطحة، يعني بلا ومسيجة، يعني كلوتوري، يعني ما راحش تعيا كامل مع القطعة تاع الأرض تاعك وتبني فيها العقار اللي حبيته. كيما راكم تشوفوا راهي كامل كلوتوري وبلا، يعني بدأت تبني من صبحتك كما يقولوا، وتخدم بخدمة مريحة يعني في هذا العقار. عندنا 487 متر مربع، يعني تقريب 5 ايران ليكيب، وين في هذا المكان يتوفر كلش، كاين الكهرباء والماء والغاز وشبكة الانترنت ايضا، وحتى لاسينيسمو، كل حاجة راهي متوفرة في العقار تاعنا. كل متطلبات الحياة وكامل المرافق راهم على قرب 2 كيلومتر فقط هنا في حمادي، في حي ذراع العز في ولاية بومرداس ليكيب. عقار ولا اروع، جابوا لكم الوكيل الموبيلي، وحنا على بالكم دائما نجيبوا لكم لافير. ثم ما عليكم غير تابوني وما عليكم غير تتبعونا، على بالي بلي كل واحد راح يلقى الضاله تاعو عند الوكيل الموبيلي. سولتوا الناس اللي يحوس على قطعه ارض، هذه قطعه ارض تولم بالبزاف، الناس اللي حابه تبني في هذا المكان في حمادي، يعني بلاصه تري تري كان، حي ما شاء الله، منطقة عمرانية بامتياز وقريبة لكامل المرافق. على بالكم بلي حمادي بالمحاذاة للطريق السيار شرق غرب، وقريبة لكامل المدن، قريبة للمطار هو ريبو مديان قريب لنا وقدامنا، قريبة أيضا باب الزوار، كل حاجة راهي قريبة لها، يعني منطقة حدودية مع الجزائر العاصمة، وجاية على الطريق سيار شرق غرب، وين يعني التنقل راح يكون طري طري فاصيل بحكم انه حمادي قريبة الكامل المدن. ليكيب زينة بالنسبة للسعر، ما عليكم غير تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف مع الوكيل الموبيلي. دايما نجيب لكم عقارات كيما يهوى لكم الخاطر. سلام.